اسم ديالي الدرعي عبد النبيه. القصه ديالي اختي هي هاد السيده هادي اللي كنبيعوا الشري في السيكسور ديال الحي ديالنا. هاد السيده هادي اخت ديالها كانت كتقدم لعندي على حساب السلعه كنت كنجيب زوينه وداكشي. اخت ديالها دخلت لها الخاطر سولات لقاتني باقي ما مجوش قالت ندير حسنه في هاد السيد. النيه ديالها مشيت معها على هذيك النيه ديالها اللي مشينا نشوفوا السيده اللي هي معنيه بالامر. كنصادف بشي كلام ما عجبنيش وختمتها معها بلا انني غادي نتشاور مع راسي ونرد لك. ما بقيت ترديت خلنا عندها المدرسه فين هي مديره. واختها اول ما هضرات بيه قالت لي قالت لاختها واش هذا هو اللي شهد فيا. هي بحال نوع ديال الابتزاز حس به. يلا ريحتنا بحال هكا. اختها وهي تقول لها ترى ماشي هو هذا وهي تقول لي اختها انا راه بغيت نتوما ما في حالكمش انا راه بغيت نتعاون معاك. بسمعت هذيك الكلمه جمعت الوقفه على حسب زعما راه حنايا ضعفاء ما في حال الناس فقراء. جمعت الوقفه ما بقاش كنت مبارك ولا نوقف. قلت لها اختي راني غادي نتشاور مع راسي وغادي نرجع نعاود نجاوبك. ما بقيتش جاوبتها من تمايا انا وليت باغي نتسل من هذاك الموقف. صافي من تم هاد الاخت ديالها اللي هي تكلفات بهذا الشيء راه الله يرحمها في دار الحق وفي دار حنا في دار الباطل ما غادي نزيد عليها وما غننقص عليها حتى شي حاجه في هذا الشيء. والاخت ديالها راه ربي راه خلص كل واحد على فعلو وكنطلب منها انا تبعد مني. يا اختي راني كنبيع ونشري وليت مستهدف من المقاطعه وهاد الناس عندهم سلطه. كاين دليل كاين دلائل كاين محاضر كاين بزاف من هادشي. السبيطار ما كنتضرب وكنمشي للسبيطار. ايه كاينين حد نفسي كثر راني تعرضت حتى من الاعتداء حتى بالكلاب وعندي دواسه بالكلاب لانهم متعدين عليا. تعدوا عليا في 2016 وفي 2018 جوج خطرات من تقريبا واش 93 ولا 95 ما نقدرش نحدد لك. ودايراني في بالها زعما علاش اللي ما نعبرهاش علاش اللي من وانا معل الاسره ديالي اذا خاوي راسي منها باش غادي نعمر بها راسي. راه عندي مطارق في الدار اللي خاصني نعمر بهم راسي. وبقى الان غير البارح سطحت مع الاخ ديالها اللي هو قاضي راه متقاعد. تبريت منه بحال هكا واقف على كروسه كيتقدف في درب بنجديه بحال هكا. قلت لي يا خويا عرفته بروحي وعرفته بهذا وعرفني كيسحبني واش انا جاي نتلمق ليه ولا جاي نسعاه ولا شنو. وملي قلت ليه راه اختك راه تابعني وينقز ليا قال لي انت اللي خاصك تبعد منها وانا غادي نوض لك. بحال ما نايش ليا هو من هاد السنوات كامله بحال راه ما نايش بحال هو انا زعما راه بعيد. وانا دابا راه ما بقيتش كنشوفه في راسي. انا راه 50 عام ولا 51 عام ما على احمد يا محمد ولكن راه عندي عائلتي عندي ناسي نخاف عليهم. ما لهاش شي حاجه اللي غنخاف منها في الدنيا هذه ما كايناش الا الحاجه اللي كتغضب الله هي اللي نقدر نخاف منها. ما ربي الا بغيت نعبدو راه خصني نحبو. والطلب ديالي هي هاد الناس هادو يبان الحق. انا اللي كليت العصا هاد السيده محناتني الا كانت هي نيت راه محناتني وفاتت المحيل والموت راه حنا خرجنا منها ما هي الاولى ما هي الثانيه ما هي بزاف. الموت الا كيقول بنادم الموت المعنى ديالها راه حنا عشناها وشناها. نقول مع خوتي اللي هي خرقات لي البلبله في وسط الدار ودار الشرفه ركراكا راه ما كيفوتوش العار. دعوة ركراكا راه ما كيدعيوش لبنادم بالشر كيدعوا للعدو ديالهم بالهدايه. كنطلب منها الوقر توقرني عليها هلكاتني وهلكات ميمتي وهلكات والديا. راه الا دارت لي انا راه دارت ليهم. خلاو جميع الطرق وربي راه كنتلاقاو في السماء بين ما نتلاقاو في الارض.